احنا إننا ساكنين سنين طويلة يعني، والجسر اللي عمال عم بتمدد في الاستيطان بزحفنا احنا من الجهة الشرقية وكمان من الجهة الغربية عمال عم بتقدم لحتى ايش يوصل المستوانات الثنتين في بعض، اضافة الى قرية الشيقة في بعض كلها. هيك مخططهم الاستيطاني، هم عندهم مخطط استيطاني انه يعمل قرية استيطانية ملاحي وجماعات ما لهمش اباء عندهم، حسب مخططهم نوصل هاي المستوطنه بالتحت اضافه الى شيقف مع بعض، يصير كلها منطقه استيطانيه كامله. هذه ارضنا يعني، شفنا اعتادنا اليوم بنعطيهمش ارضنا، ما نتنازلش عنها، ما بنعطيهم ارضنا لانه هو بحاول يستولي احنا ما بنرضى نعطيه. هاي هذا بيت هدوه بقى يعني جاهز مقطع وجاهز يعني، بس بده اشي بسيط هدوه. في كمان هناك وريح سكنه كانت وهدوها كمان، حتى وقت ما هدوا هذيك السكنه اخذوا خلاطة على الإيد مع عرباي كانت للزلم اللي كان يبني، ولليوم ما رجعوه. لما يكون في مناسبات وبدنا نروح بروح يعني، يعني عقد ما يعني يصير مناسبات إلا ما نخلي حدا في هاي المنطقة يعني، ما نخليهاش إلا بيضل شخص يعني، لو على الأقل لو شخص يعني يضل بيضل، بس ما بنخليها فاضية لأنه في أي لحظة المستوطنين غدارين يعني، ممكن يجي يهجموا ياخذوا الدور يعني عادي، ما بتفرق معهم مثلا يعني، بضل شخص يعني اي شيء بصير برن على الباقيين على طول يعني، الكل بتجمع هان يعني، فوق تلفون واحد بلم له 50 واحد. واحد بده يقف على الشارع يركب، واذا تمرق الدوريه بكون يعني شايفيته قبل بطردوه، انت شو واقف تعمل هون؟ اذا واحد مثلا بده يطلع حوالين البيت هيك يعني يبعد شوي، السماعة بتلاقيها بتنادي عليه، بيخلوش حدا يشتغل يعني، هذا الأرض كلها ما بيقدروش يزرعوا يشتغلوا يعني، يعني الزيتون بحطوا يعني يعني بحالة خوف ورعب يعني، وشوفت عينك رعاة الغنم نفس الإشي بطردوهم، خلوش حدا يعني، بقول لك هذه أرض مصادرة بس إلك البيت، هم مسموح لهم بس إحنا لا، بقولوا هذه أرض مصادرة، وبقول وكات بقولوا هذه الجهة هذه مبيوعة اللي اشتغلوا فيها وفتحوا نزلوا منها الشارع هون.